في نفس السياق أيضا كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي قالت أن مصر أصبحت أكثر أمانا في عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية، وأن مصر عززت من برامج الحماية الاجتماعية وكشفت عن ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري. كمان اتكلمت عن اتجاه معدل التضخم للانخفاض وأثنت على مشاركة القطاع الخاص في الكثير من المشروعات. هذه التحركات أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ومؤشراته وتعزز من الفرص المستقبلية، وأيضا الكثير منها أظهر نتائجها على الأرض بالفعل. النمو ارتفع للعام المالي 25 نتوقع 4.2% في مقابل 2.4% في العام الماضي. التضخم ينخفض، وصل إلى 37% العام الماضي، والآن وصل إلى 25 أو 26%، ولكن يوجد اتجاه لخفضه ليصل إلى 16 أو 17% بنهاية العام المالي، وهذا مهم جدا للجميع ولكن خاصة للفقراء وللطبقة المتوسطة في مصر، وبالطبع تراكم الدين قد انخفض، وذلك يعني أن مصر قد أصبحت أكثر أمانا في عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية. الإصلاح ليس سهلا. أود أن أثني على جهود الحكومة والشعب المصري. إن رسالتي لكم هي أنني على ثقة تامة بأنكم سوف ترون فوائد هذا الإصلاح في صورة اقتصاد مصري أكثر ديناميكية ورخاء. نحن هنا في العاصمة الجديدة، وبالطبع ذلك يظهر لنا ما يمكن أن نحرزه من خلال الإصرار، وهنا الإصرار بالطبع أتحدث عنه من خلال ثلاث زوايا. أولا، ما يمكن أن يتم من أجل الحصول على استقرار أكبر للاقتصاد الكلي، وكيف نيسر من خفض نسبة التضخم. ثانيا، ما الذي يمكن فعله بالنسبة لازدهار القطاع الخاص ومن أجل خلق فرص عمل لأكثر من مليون شاب يدخلون سوق العمل كل عام، وما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذها السلطات المصرية في هذا الصدد. ثالثا، كيف يمكننا أن ندعم الأهداف المصرية في مجال الاقتصاد الأخضر، وعليه سوف أناقش هذا الأمر في الأسبوع المقبل فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى ذلك.